اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين، قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ونشهد أن لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلوات الله وسلامه على نبيه محمد الذي أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم لك الحمد حمدا لا تطاول منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في وقعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم كما لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، لك الحمد والشكر على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والطاهرات أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسابقنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وزدنا به من النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين.
وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شفيعاً لنا، اللهم اجعله شفيعاً لنا وحجةً لنا لا علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، واجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، ولأسقامنا دواء، وعن النار مخلصا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان واضح البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد، وألحقنا بكل بر سعيد، ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، ولك في جميع أمورنا ذاكرين، ولك في جميع أمورنا راجين، وفي جميع شهورنا ذاكرين يا رب العالمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن أنواع الشر كلها إلى أنواع الخير كلها يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا عظيم المن، يا جواداً، يا كريماً، يا حي يا قيوم، يا عظيم الصفح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من يجيب المضطر ويكشف الضر، يا باسط اليدين بالعطايا، نسألك اللهم يا الله أن توفقنا في هذه الليلة الشريفة لخيري الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك
فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا في بلدك الحرام وفي المسجد الحرام وفي هذه الليلة الشريفة ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رِضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرِّج همَّ المهمومين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ورزقها ونورها وبركتها وهداها. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لقيام ليلة القدر، وأن تكتب لنا عظيم المثوبة والأجر، وأن تمحو عنا كل ذنب ووزر يا رب العالمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين فوق السماوات والأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل موازيننا وثبتنا عند السؤال، وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا العرش العظيم، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تطردنا عن جنابك، ولا تحرمنا من بابك،
ولا تردنا عن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم بشرنا، اللهم بشرنا بالرضوان والروح والريحان. اللهم اجعلنا ممن يقول لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا وغمومنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق يا كريم يا عزيز عبدك سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه وولي عهده يا منان محمد بن سلمان. اللهم هيئ لهم في كل أمورهم رأيا سديدا وعملا رشيدا وفعلا حميدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم اغفر وارحم لمؤسس هذه البلاد المباركة وموحدها، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم واغفر لأبنائه من بعده الذين سبقونا إلى الدار الآخرة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولمن مضى من والدينا وأقاربنا وولاة أمرنا وعلمائنا وإخواننا المسلمين. اللهم أعتقنا جميعا من النار برحمتك يا واحد يا قهار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مقدسات المسلمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم أبعد عنه كل من حاد عن دينك واستقصى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تمكن لأعدائك فيه، اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم احفظه من عدوان المعتدين ومن مكر الماكرين. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين حائزة على الخيرات والبركات، سالمة من الشرور والآفات. اللهم ابسط الأمن والاستقرار والسلام على أمة الإسلام وعلى العالمين أجمعين. اللهم جنب المسلمين ويلات الفتن والمحن
والحروب والخطوب والكوارث والنزاعات والانقسامات والأزمات والخلافات يا رب الأرض والسماوات، يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجوعى فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم. يا ناصر المستضعفين، يا ولي المؤمنين، يا منجي المؤمنين، يا جابر كسر المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم وفقهم للوسطية والاعتدال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم اجعلهم لأهلهم قرة، ولأوطانهم وبلدانهم مسرة. اللهم احفظهم من الإرهاب والمخدرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم أصلح نساء المسلمين وفتياتهم، اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والحياء والاحتشام يا رب العالمين. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم وقنوات التواصل، اللهم اجعلها قنوات خير ونفع للأمة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك التوحيد ومحاذرة الإلحاد والشرك والتنديد. اللهم أحينا على الكتاب والسنة، وتوفنا على الملة ومنهج سلف هذه الأمة يا رب العالمين، غير مغيرين ولا مبدلين ولا مفرطين يا أرحم الراحمين يا جواد يا كريم. إلهنا إلهنا إلهنا، ليس في الوجود إله غيرك فيدعى، وليس في الكون رب غيرك وسواك فيرجى. فاللهم يا الله يا الله يا الله، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، نستودعك شهرنا، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم وفق ولاة أمرنا وعلماءنا وقضاتنا وأهل الخير والحسبة والصلاح فينا. اللهم وفق الجميع، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والعاملين في خدمة المعتمرين. اللهم هؤلاء عبادك، هؤلاء عبادك، هؤلاء عبادك، اجتمعوا في بيتك المعظم يرجون رحمتك ويخافون عذابك، مثقلون بالذنوب والمعاصي. فاللهم يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا من رحمته وسعت كل شيء، أعطِ كل واحد منا مسألته يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف كربا، يغني فقيرا ويجبر كسيرا. فاللهم هب لنا من خيري الدنيا والآخرة ما يجعله زادا لنا لمرضاتك وجناتك، جنات النعيم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا الذين يخدمون المعتمرين والزائرين والمرابطين على الثغور والحدود.
اللهم انصرهم، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم سدد رأيهم ورميهم، اللهم عافِ جرحاهم واشفِ مرضاهم وردهم سالمين غانمين. اللهم احفظنا جميعا بحفظك، واكلأنا بعنايتك ورعايتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة. نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبته رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل دعاءنا هذا وختامنا هذا مباركا على من قرأه وحضره وسمعه وشاهده وتابعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظنا من كل جنب، ونفِّس عنا كل كرب، يا شافي الصدور يا قاضي الأمور. نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير. نسألك يا رب العالمين يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد الأمن يوم الوعيد، والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين بالعهود. اللهم ارزقنا الاستقامة على الطاعة بعد رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة على العبادة والطاعة، وجنبنا طريق أهل التفريط والإضاعة، وارزقنا شفاعة صاحب الحوض والشفاعة. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، واجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أكرمنا بشربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم فيا غفور اغفر لنا، ويا لطيف الطف بنا، ويا رحيم ارحمنا، ويا رزاق ارزقنا. اللهم أعطنا من جميع ما تحمله أسماؤك الحسنى وصفاتك العلى من خيري الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما حدث من خطأ أو تقصير أو سهو أو نسيان، وأعدنا إلى هذا المكان المبارك أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن وولاة أمرنا وعلماؤنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا على خير ما يؤمل، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يعادون أهل دينك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بالمحاربين المعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم اجعل أمرهم في ضلال وكيده في وبال وسعيهم في ضلال يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اجمع الكلمة على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
اللهم صل على محمد ما زهرت النجوم، وصل على محمد ما تلاحمت الغيوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم، اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.